أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا
وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة أو حلقات هذه الليلة سأتحدث عن شبهات الفيلسوف الاسكتلندي الشكاك ديفيد هيوم حول برهان النظم أو النظام أو برهان العناية أو الذي صار يعرف في نسخته الجديدة المنقحة ببرهان التصميم الذكي أو حجة التصميم الذكي. كنت في حلقات سابقة قد تناولت الشبهة الأولى للفيلسوف هيوم وأجبت عنها. أريد في هذه الحلقة على جهة السرعة والعجل أن أسرد هذه الشبهات الست، وفي الحقيقة ما يتعلق منها بشكل عامد وبشكل واضح ببرهان التصميم أو برهان النظام اثنتان فقط كما أشرت أيضاً قبل ذلك، والبقية كما سيضح لكم أثناء الكلام بحول الله تعالى لا تعلق لها حقيقياً أو مباشراً عامداً ببرهان النظام أو برهان التصميم. وذكرت أيضاً أن ديفيد هيوم أورد هذه الشبهات في كتابه الشهير الذي طبع بعد وفاته محاورات بصدد الدين الطبيعي أو حول الدين الطبيعي. أدار هذه الشبهات على لساني شخصين افتراضيين أو شخصيتين افتراضيتين. الشخصية الأولى شخصية فيلو أو فيلون، وهو الذي يدافع عن برهان النظم، في مقابل كلينثيس الذي يتشكك ويبدي اعتراضات وإيرادات وشبهات حول هذا البرهان. الحجة الأولى أو الشبهة الأولى التي أوردها ديفيد هيوم وأجبنا عنها بنوع من التفصيل هي قوله: لقد جربنا المصنوعات البشرية واتضح لنا واستبان أنه ما من صنعة متقنة ومحكمة تحكي قصداً وتشير إلى غاية وهدف إلا ولها مصمم ما يتصف بدوره بالذكاء والإحكام والدقة والبراعة والحذاقة. قال: هذا مسلم. هيوم لا اعتراض له على هذه المسألة لأنها مسألة أيها الإخوة لا يكابر عليها، موجود، الصناعات البشرية موجودة وكثيرة، وبلا شك ما من صنعة بشرية، وأمثلة الساعة التي استخدمها ويليام بيلي في كتابه الشهير الذي نشر عام 1803 تقريبا، هذه الأمثلة أصبحت مشهورة جدا، أصبحت أيقونة في باب الاستدلال أو التمثيل لبرهان النظام، أيقونة هذا البرهان الساعة. هيوم لا اعتراض له. قال: ولكننا نزعم بالقياس، من باب القياس والتمثيل، قياس تمثيلي أن الكون بدوره، لأن فيه نظاما وفيه دقة
وفيه إحكام لا بد أن يكون له مصمم ذكي، مبدع، مصمم، خالق ذكي. قال أنا أختلف. هيوم قال هنا يحدث الافتراق، يحدث الافتراق والبينونة. لماذا؟ قال لأننا نقيس صنعة طبيعية على صنعة بشرية، على صنعة بشرية. هذا قياس مع الفارق، هذا من جهة. من جهة أخرى، لأننا جربنا الصناعات أو المصنوعات البشرية، جربناها مراراً، وما من صنعة أيها الإخوة عذقناها أو أبدعناها أو أنتجناها بضربة واحدة، إنما بطريقة التجربة والخطأ، التجربة والخطأ، وتتطور وتترقى وتتثقف هذه الصناعات، أي ترهف حتى تأخذ صورتها ربما المعاصرة المتسمة بالدقة والرهافة، المتسمة بالدقة والرهافة. لقد جربنا واتضح لنا صحة هذا المبدأ، صحة هذا المبدأ، لكننا لم نجرب الكون. الكون يبدو أنه خلق مرة واحدة أو وجد مرة واحدة هكذا، نحن لم نجربه. الكون ليس بصدد التجريب. وفي ردنا على ديفيد هيوم أيها الإخوة بينا أنه أتي من عدم فهمه بعمق لبرهان النظام. برهان النظام ليس برهانا تمثيليا، ليس من باب التمثيل. برهان النظام ليس برهانا تجريبيا، ليس إذا من باب التجريب. برهان النظام، برهان التصميم في حقيقته برهان عقلي. العقل فيه يتوجه إلى الموضوع من حيث هو، من حيث هو. أما أن مقدمات هذا البرهان مأخوذة من الحس ومأخوذة من المشاهد، هذا لا يؤثر عليه، هذا لا يؤثر عليه. لماذا؟ لأن المقدمة الأخرى أيها الإخوة، المقدمة الأخرى مقدمة عقلية، مقدمة عقلية، وهي المهمة في البرهان، وهي المهمة. لا أعيد ما قلته بصدد الجواب عن هذه الشبهة. إذا نمضي. الشبهة الثانية، يقول هيوم، نعم، إذا كان النظام السائد حاليا في هذا الكون القابل للرصد، observable يعني، القابل للرصد أو المرصود، يدل على وجود الخالق المنظم المصمم أيها الإخوة. إذن كيف نفسر وجود الظواهر العشوائية، الظواهر الفوضوية؟ الآن طبعا هذا الاعتراض أخذ أيضا صورة منقحة ونسخة أكثر إحكاما ودقة في شكل ما يعرف بفيزياء الفوضى أو الشواش أو الهيولة أو الهيولي، كايوس، كاوس بالألمانية. هذه الشبهة لن أجيب عنها الآن طبعا. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى محاضرة مطولة ومطولة جداً، سنتكلم عنها إن شاء الله، لكن ربما نرجعها حتى إلى آخر السلسلة، لأنها ستحتاج إلى أكثر من حلقة، ستحتاج إلى أكثر من حلقة. على أننا يمكن أن نجتزئ الآن بجملة يسيرة، فنقول هذه الفوضى في شكل مثلاً البراكين، الزلازل، الطوفانات، الأعاصير، كل هذه الظواهر فوضوية، كل هذه الظواهر فوضوية. في القرن 19 كانوا يتحدثون عن الحركة البراونية. في أي مستحلب أيها الإخوة هناك أي حركة للدقائق، هذه الحركة لا يمكن أن تضبط بقانون، لا يمكن أن تضبط. هناك ظواهر عشوائية كثيرة، ظواهر عشوائية كثيرة، نحن نسلم بهذا ونخر به في الظهر، ولكن هذه العشوائية وهذه الفوضوية لا تسمح لنا أن نقول إن الكون الذي نخطنه ونعيش فيه هو كون فوضوي. هذا غير صحيح، إنه كون منظم، بدليل أنه لو كان في جملته وتفاصيله كوناً فوضوياً عشوائياً أيها الإخوة يضرب على غير هدى وعلى غير خطة مرسومة ومحددة لما قامت للعلم قيامة، لما قامت للعلم قيامة. والعلم لا يعمل ولا يشتغل ولا ينجح ولا ينجع إلا في عالم مقنن، عالم مدستر، محكوم بقوانين محددة. إذن عالم منظم، عالم منظم. هذه الجملة سوف نبسط الكلام حولها بإسهاب مناسب إن شاء الله تعالى في حلقات مقبلة، حين نتحدث عن عقلانية الكون. هل الكون عقلاني؟ هل الكون يحكي ذكاء؟ أو بتعبير السير جيمس جينز وأيضا معاصره آرثر إدينغتون، هل الكون أقرب إلى أن يكون فكرة منه إلى أن يكون آلة، حتى وإن كانت آلة منظمة؟ وهذه الفكرة فكرة معقولة تماما، ويمكن أن تكتسي برداء أو بلبوس رياضي.
كما قال يوهانس كيبلر في وقته الإله رياضي، كما قال غاليلي لغة الطبيعة أو الطبيعة مكتوبة بلغة الرياضة، بلغة الرياضة، كما قال إسحاق نيوتن الإله بارع في الميكانيك، الإله بارع في الميكانيك، وكما قال السير آرثر إيدينغتون وسير أيضا جيمس جينز وكلاهما من كبار علماء النصف الأول من القرن العشرين، العالم أقرب إلى أن يكون فكرة معقولة يعبر عنها بالرياضة منه إلى أن يكون عالما ميكانيكيا كآلة. سقط النموذج الميكانيكي، سقط النموذج الميكانيكي. على كل حال سوف نسهب ونبسط الكلام حول هذا الموضوع لكن في حلقة مقبلة بحول الله تبارك وتعالى. ثالثا أيها الإخوة، يقول ديفيد هيوم: ما المانع، ما الذي يحول بيننا وبين أن نعتقد أن هذا النظام وهذه الدقة وذاكم الإحكام في الكون إنما يدار وينظم ويتحكم فيه من قبل المادة ذاتها؟ المادة هي التي تقوم بهذا، المادة هي التي تنتج النظام. واحد يقول عجيب المادة، أنا أقول لكم كثير من الماديين اليوم في هذه الحقبة من حياة العلم والإنسان يعتقدون بصحة هذه الفكرة، يعزون إلى المادة أيها الإخوة، وهي النظرية المعروفة بنظرية خاصية المادة. في حلقة اليوم وربما أكثر من حلقة أيها الإخوة سوف نقف طويلاً لكي نضحض ونكشف النقاب عن تهافت وزيف نظرية خاصية المادة، وكنت وعدتكم في حلقات سابقة أن نرجع الكلام عن نظرية خاصية المادة. طبعاً لها فصل من فصولها يعرف بالقابلية الكيميائية، مثلاً بالقابلية الكيميائية يفسرون نشوء جزيء الـ RNA مثلاً وحتى الـ DNA وهو أعقد بكثير، بالقابلية الكيميائية، بالقابلية الكيميائية يفسرون لك البنى المختلفة للكائنات الحية نباتية وحيوانية، البنى عموماً والنظم الفاعلة والتي تحكي دقة بالقابلية، قابلية، قابلية طبيعية، قابلية كيميائية بالذات. إذا تحدثنا عن الجزيئات الحية أو جزيئات الحياة كما يقال، أحماض أمينية، أحماض نووية وما ينتج عن ذلك. لكن نمضي الآن حتى فقط نستكمل سرد الشبهات الست ثم نعود إلى شبهة خاصية المادة، أحسن حتى يكون لديكم إلمام بشبهات ديفيد هيوم الستة. هذه الشبهات لماذا نحن بالذات انتخبنا أو اخترنا أن نقف طويلاً مع ديفيد هيوم؟ تعرفون لماذا؟ لأنها شبهات قوية جداً، بلا شك هذا فيلسوف عملاق. بعض الناس، بالأمس جرى حديث بيني وبين أحد إخواني وأحبتي، بعض الناس يظنون أن الذكاء يعني دائماً الصواب، غير صحيح يا إخواني، الذكاء لا يعني الصواب، لأنه ليس ذكاءً ربانياً، ليس ذكاء إله، هذا ذكاء بشر. البشر مهما كان عبقرياً، مهما كان ذكياً يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب. بعض الناس، وهذا مسلك عامي، هذه نزعة عامية أقرب فعلاً إلى إلى التفكير العامي وليس للتفكير العلمي والفلسفي الممنهج، يقولون أنت تناقض، أنت تتناقض، من جهة تصفه بأنه عبقري، فيلسوف عبقري هائل ضخم، ومن جهة تقول إنه تهافت ولم يفهم البرهان. نعم هذا يحصل دائماً مع الفلاسفة العباقرة، مع العلماء الكبار، مع المفكرين المشاهير، يحدث دائماً. ومعنا نحن أيضاً، لسنا بدعاً، نحن بشر، نحن كائنات نسبية ضعيفة، نخطئ ونصيب، لسنا آلهة، ونتعلم من أخطائنا، يجب أن نتعلم التواضع. إلا ما تعلم التواضع لن نتعلم أيها الإخوة ولن نعتاد أن نخضع للحقيقة إذا لاح برهانها لنا وأسفرت عن وجهها، لن، سنكابر ونركب رؤوسنا فنبقى جهلة، نبقى جهلة ونبقى مدعاة للسخرية ممن هم أذكى منا أو ممن هم أقرب إلى معرفة الحقيقة منا ببرهانها ودليلها. هذه مسائل بسيطة لا تخفى على عالم فضلاً عن أن تخفى على فيلسوف أو مفكر كبير، لكن العامة يقعون فيها للأسف الشيء، وأشباه العامة، وأشباه العامة ممن يدعي أنه عالم أو فيلسوف أو مفكر أو يتحدث باسم هذه التخصصات، يتحدث باسم هذه التخصصات. نعم على كل حال لن أذكر لكم الخلفية، خلفية هذا النقاش. الذكاء لا يعني الصواب، الذكاء لا يعني الصواب، لكن طبعا الذكاء إزاء الغباء يعني صوابا أكثر. من يكون حظه أو حظوظه أسعد أو أرجح من الصواب، الغبي أم الذكي؟ الذكي، لكن هذا لا يعني أن الذكي يصيب دائما، وإلا لنسلم أدمغتنا إخواني وأخواتي لعالم واحد أو فيلسوف واحد ذكي ونكف عن البحث ونشطب على الباقين
صحيح؟ من يقول هذا؟ شبهات عامية هذه لا معنى لها، لا معنى لها. رابعاً، يقول ديفيد هيوم أن من أين وكيف لنا أن نثبت أن هذا النظام الذي نلاحظه وندرسه ونقرره نعترف به هو النظام الأكمل؟ هو النظام الأكمل من أين لنا؟ لماذا لا يكون الأكمل؟ قال لكي تقول إنه الأكمل لابد أن يكون ما بإزائه نظام آخر، لابد أن يكون إزاءه يعني نظام آخر بل نظم أخرى حتى تتسنى المقارنة. نعمل كومبير، مقارنة، ما في مقارنة. لدينا كون واحد وحيد، هذا الكون هو الذي يمكن أن نجربه فهو قابل للتجريب، أو بعض ظواهره تستبول يعني، وبعضها قابل إيه؟ للرصد. observable. هذا هو الكون، كون واحد وحيد. من أين لك أن تزعم أنه يتسم ويتصف بنظام كامل perfect يعني؟ من أين؟ قال هذه دعاوى يقول يوم، وهي شبهة قوية بلا شك، ليس لدينا ما نقارن. الشبهة الخامسة، قال لنسلم اعتباطا، يوم يقول لنسلم اعتباطا وتعسفا أن هذا الكون مصنوع لله، مخلوق لهذا الإله، مصمم لهذا الرب القدير. قال سلمنا، سلمنا ببرهان إيه؟ النظم أو النظام بنتيجة هذا البرهان سلمنا. ولكن من أين لنا أن هذا الإله الذي صمم هذا الكون وخلقه وأبدعه يتصف بسائر الصفات الكمالية من العدل والرحمة والخيرية، العدل والرحمة والخيرية والحكمة إلى آخر هذه الصفات؟ قال من أين؟ لا نستطيع أن نعرف. سادساً، قال من يدري؟ لعل الخالق، إذا سلمنا أنه هو الذي خلق هذا الكون، إذا سلمنا بوجود الخالق وأنه هو الذي خلق هذا الكون، قال من يدري؟ لعل الخالق حين أبدع هذا الكون وخلقه قد جرب مراراً وتكراراً قبل أن يصل إلى هذه الصيغة النهائية، الصيغة الحالية الفعلية لهذا الكون. ممكن هذه نسخة إيه؟ متأخرة جداً. أيضاً الخالق بطريق إيه؟ التجريب أو التجربة والخطأ وصل إيه؟ من أين لنا؟ لماذا تقولون إنه صممه بضربة واحدة؟ خالق عليم قدير، كلي العلم، كلي القدرة، ولذلك صممه من أول مرة. هذه هي الشبهات الست. أنا لم أكمل صحيح، لماذا اخترنا أن نقف مع ديفيد هيوم؟ صحيح استطردت في موضوع الذكاء والغباء والصواب والخطأ ونسيت أن أكمل الجملة. لماذا وقفنا مع ديفيد هيوم؟ لأنه فيلسوف عملاق وهائل وذكي بلا شك. شبهات ديفيد هيوم أيها الإخوة تلقي بظلالها وتطبع بطابعها اعتراضات وإيرادات كثيرة إلى اليوم، كثير جدا من الاعتراضات لا تزال تكرر أيها الإخوة، وهي مجرد استدعاء واقتباس لشبهات هيوم بصياغة أخرى، بتعبير آخر، بتمثيل آخر، لكن نفس الجوهر تقريبا. هناك شبهات جديدة بلا شك، لكن هذه الشبهات هي الأكثر، هي الأكثر. شبهات ديفيد هيوم أولا، ثم بعد ذلك نظرية التطور لتشارلز داروين والشبهات التي أتى بها أيضا داروين على مسألة برهان العناية أو برهان النظام أو برهان التصميم، ألجأت اللاهوتيين الغربيين، علماء العقيدة الغربيين ألجأتهم إلى التخلي عن برهان النظام نهائياً. معروف برهان النظام جاءته فترة خاصة بعد ويليام بيلي، كان مسيطراً، كان يعتبر من أذكى البراهين، من أذكى البراهين، مع أن ديفيد هيوم طبعاً أعتقد هو متوفى سنة 1976، يعني زهاء ربع قرن بين نشر بيلي لكتابه وبين وفاة إيه؟ ديفيد هيوم. ديفيد هيوم قبل، لأن هذا البرهان قديم، هذا البرهان قديم. حدثتكم أنا في حلقات سابقة أن ويليام الإكويني أكويناس، ويليام الإكويني صاحب الخلاصة اللاهوتية اعتمد كثيرا على هذا وجعله خامس أدلته على وجود الله، خامس أدلته على وجود البرهان، يعني مقرر ومعروف في العصور الوسطى، وله جذور قبل العصور الوسطى أي في العصر القديم. لكن ويليام بيلي أحسن تصويره جدا وأتى بأمثلة كثيرة عليه من عالم التاريخ الطبيعي ومن عالم الأحياء عموماً، البيولوجي أكثر شيء أمثلة إيه؟ من عالم إيه؟ الأحياء، ويليام بيلي. لكن هيوم كان سدد هذه الضربات الست
قبل إيه؟ نشر ويليام بيري لكتابه. طبعاً تعرفون كيف أنتم تاريخ الأفكار وتطور الأفكار، فكرة سائدة، فكرة مسيطرة يتعاطف معها الناس الخاصة والعامة، تأتي شبهات أو تشغيبات لا تأخذ طريقها مباشرة إلى تقويض هذه الفكرة إن كانت قادرة على تقويضها، تحتاج إلى زمن طويل، لأن المجتمعات والثقافات إخواني وأخواتي مثل الأبدان الحية، ترفض الغريب غير المتجانس معها، ترفضه. لذلك الأفكار الإصلاحية التنويرية التجديدية دائما تحتاج إلى زمانية طويلة، يعني لا يحلمن مصلح أو مجدد أنه إيه في عمره أو في عمر جيل واحد يحدث إيه الإصلاح المنشود كما يريده، مستحيل، هذا لم يحدث. الآن تقريبا صارت المسألة أسهل وبررت هذا، لكن أيضا تحتاج أيضا إلى زمانية طويلة. لذلك هيوم ألقى بالشبهات فليلقي، ما زال إيه برهان العناية أو برهان النظام سائدا مسيطرا، لكن تضعضع في كل حقبة، يتضعضع بعد 50 سنة، بعد أكثر من ذلك. داروين 1808 ولد، 1859 نشر أصل الأنواع، وبعده ببضع سنين نشر كتابه عن تحدر أو ارتقاء ديسنت أوف مان الإنسان، يعني عن أصل الإنسان عموما. شبهات ديفيد هيوم عززتها شبهات تشارلز داروين تقريبا قضت على الثقة أو على موثوقية برهان النظام، فتخلى عنه اللاهوتيون الغربيون، تخلوا عنه تماما، ما عاد يستطيع لاهوتي غربي أن يقول برهان النظام، الكون فيه نظام ودقة ولا بد لكل نظام من منظم، الله هو المنظم، ما عاد، انتهى. شبهات قوية، هذه شبهات ليست ضعيفة، لذلك نحن خصصناها بأكثر من حلقة، واليوم أيضا نواصل الكلام على شبهات ديفيد هيوم، وسوف نرى هل هي شبهات فعلا قوية ومحكمة وخطيرة كما يظن، أم أنها أضعف مما يتصور، أضعف مما سوف نرى، نحاكم، نحن نقول وأنتم تسمعون وتشاهدون، ثم كل يحتكم إلى عقله، يحتكم إلى عقله وقناعاته. نعم، طيب، لكن كما تعلمون في الربع الأخير من القرن العشرين، بل تقريبا في آخر 15 سنة، أعيد بعث برهان النظم أو النظام أو العناية من جديد في نسخة جديدة، وصفته بأنها نسخة منقحة، نسخة منقحة، وهي نسخة برهان التصميم الذكي، Intelligent Design Argument، برهان التصميم الذكي، حجة التصميم الذكي. وهذا البرهان الآن أيها الإخوة، هناك مؤسسات ترعاه، مئات العلماء من الكبار العلماء، علماء كبار، ليس علماء صغارا أو مغمورين، علماء كبار، ثلة منهم لا بأس بها، كانوا من التطوريين على الطريقة الداروينية، طبعا بالمذاهب المستحدثة في الداروينية، كانوا متحمسين لهذه الطريقة، لكنهم خضوعا أيها الإخوة ونزولا على مقتضى أدلة علمية كثيرة في حقول علمية متعددة، تركوا هذه القناعات وتحولوا إلى مشايعة التصميم الذكي، وألفوا كتبا قوية، ويباع منها من بعضها مئات ألوف النسخ، ويقال في بعضها إنها قضت على الداروينية تماما، يعني بعض الناس يقول، وقد يكون مبالغا، وراحة المبالغة موجودة، يعني إن كتاب ويليام ديمسكي اللاهوتي والفيلسوف وعالم الرياضيات الأمريكي، نظام أيها الإخوة أو تصميم الطبيعة، تصميم الحياة عفوا، تصميم الحياة، هذا الكتاب سيسجل التاريخ أنه الكتاب الذي قضى على الداروينية، هكذا يقال، يعني لدينا أصل الأنواع ولدينا تصميم الحياة لويليام ديمسكي، هكذا سوف يسجل التاريخ الجائي، التاريخ القادم، هكذا كلام قد يكون فيه مبالغة إلى حد ما. فما حكاية التصميم الذكي؟ لماذا هو قوي إلى هذه الدرجة؟ الذين يناقشون هذا البرهان وهم يفعلون هذا تقريبا إلى اليوم أيها الإخوة، ماذا يظنون؟ يظنون أن هذا البرهان أصالة يتوجه إلى الموجودات الجزئية، إلى النظم الجزئية، يفعل هذا البرهان صحيح، والذين يدافعون عنه ويأتون بالأمثلة والنماذج يفعلون هذا، لكن أصل هذا البرهان، برهان التصميم الذكي، أبدا لا يعنى بهذا قدر عنايته بماذا؟ بالقوانين المؤسسة للوجود للكون، هذا برهان التصميم، ولذلك هذا البرهان
سيكون قويا جدا في مواجهة الداروينية، حيث تفشل ينجح. انتبهوا، سوف أشرح هذا اليوم في حلقة اليوم حتى نفهم ما هو التصميم الذكي بعمق، وليس إيه بالانخراط في بعض نقاشات ومحجات حول بعض الأمثلة من عالم الأحياء أو من عالم إيه الجزئيات أو الكيمياء الحيوية أو عالم البيولوجيا الجزيئية، لا، إنما نتحدث عن القوانين المؤسسة. على كل حال، واضح إخواني وأخواتي أن شبهات ديفيد هيوم الرابعة والخامسة والسادسة، الأول والثاني، الثاني كان عن الكيوس والأول أجبنا عنه، والثالث عن خاصية المادة، بقي الرابع والخامس والسادس لا علاقة لها حقيقية وفعلية ببرهان النظام. ما علاقة برهان النظام بهذه المسائل؟ ما علاقة برهان النظام بهذه المسائل؟ برهان النظام أيها الإخوة يلقى على عاتقه مسؤولية شيء واحد، تعرفون ما هو؟ إثبات أن هذا الوجود لم يأتي صدفة، وأن له مصمماً أو خالقاً. الآن كون هذا الخالق حكيماً عادلاً رحيماً لا إيه؟ لا يتدخل فيه، وليس من أعباء إيه؟ من أعباء برهان النظام، لا يعبأ برهان النظام، لعب هذه القضية، غير مطلوب منه، غير مطلوب منه أن هذا النظام الموجود هو النظام الأكمل والأكثر كمالاً. برهان النظام لا علاقة له بهذه المسألة، ولم يقل لك أنا سأثبت لك أن هذا النظام هو الأكمل. أكمل إزاء ماذا؟ لم يقل هذا، انتبهوا، هكذا الدقة الفكرية والفلسفية. ديفيد هيوم هنا لم يكن دقيقاً بالمرة، ونسب إلى اللاهوتيين وإلى برهان العناية أو النظام ما لا يدعي هذا البرهان لنفسه أو في نفسه. برهان لم يقل هذا، دقيق جداً إخواني وأخواتي. تحرير محل النزاع كما يقول المناطق أو علماء المناظرة، محل النزاع ما هو؟ نقطة البحث ما هي؟ مسألة البحث ما هي؟ لابد أن يكون هذا دقيقاً جداً. برهان النظم كما قلت لكم يقول هذا الكون ليس ناشئاً وناجماً عن صدفة، لم يوجد إيه؟ بالصدفة، بطريق الصدفة، بل هناك منظم له، موجد له. كون هذا الموجد أيها الإخوة هو إله الأديان أو غير إله الأديان، إله المسلمين، إله الهندوس، إله ليس لا علاقة. والعجيب أن مثل ريتشارد دوكنز يتدخل في هذه المسائل، وهذا البرهان لا علاقة له بهذه القضايا، لا علاقة له. طبعا لا يسوغ لمسلم أن يقول أن برهان النظم أو برهان التصميم الذكي يثبت أن الله إلهنا كما نفهمه منزل القرآن العظيم هو الذي أوجد الكون، هذا غير صحيح. البرهان لا يقول هذا، متى قال هذا؟ لا يقول هذا، هذه مسائل متقدمة، هذه مسائل متقدمة، وتطرح طرحا آخر وبنحو آخر، ويستدل عليها أيضا بنحو آخر وببراهين أخرى. مهم جدا الدقة في هذه المسائل حتى لا نتورط في أشياء تؤخذ علينا وتجعلنا بمحل السخرية أيها الإخوة، يسخر منا أننا نهرب بما لا نعرف، هذا غير 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 صحيح. نعم، طيب نأتي الآن نفصل بعض الأشياء أيها الإخوة قبل يعني أن نستطرد. طلب وحدانية الله، أنه إله واحد، أنه كلي العلم، أنه رحيم لا إله إلا هو، أنه حكيم، هذا ممكن طلب هذه الأشياء، لكن ليس من برهان النظم. اللاهوتيون ليس في الإسلام، حتى في الأديان السماوية الأخرى لديهم أدلة أخرى لإثبات هذه المسائل، يعني لا يعولون فقط على برهان النظم، حتى يقال موقفهم متضعضع، موقفهم قلق وهش. برهان النظم يقوله يوم لا يثبت هذه المسائل، إذن أنتم دينكم هش وضعيف، غير صحيح. نحن لا نعول فقط على برهان النظم، حتى في مسألة خلق الله وكون الله هو خالق هذا الكون لا نعول فقط على برهان النظم، لدينا براهين أخرى. بعد أن نفرغ من برهان النظم أيها الإخوة سنتحدث عن هذه البراهين أيضا التي تثبت أن الله هو خالق هذا الوجود، أو أن هذا الوجود مخلوق لإله لا إله إلا هو، لكن صفات الله أمر من وراء ذلك، صفات الله أمر من وراء ذلك. بعدين أكملية هذا النظام، أكملية هذا الكون أيضا برهان النظم لا علاقة له بمسألة الأكملية، ذكرت هذا، لا يقول هذا، لا يتطرق إليه لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا
من بعيد. بعدين شبهة أن الله تبارك وتعالى لعله جرب خلق الكون مرارا وتكرارا، جرب خلق الكون مرارا وتكرارا إلى أن انتهى وأفلح في الوصول إلى هذه النسخة، في الوصول إلى هذه النسخة وهي الكون الفعلي الآن. هذه الشبهة أيها الإخوة مطروحة في علم اللاهوت، مطروحة في علم اللاهوت، يعني ليست من بنات أفكار ديفيد هيوم. وتتعلق بماذا؟ تتعلق بمسألة هل علم الله فعلي أو غير فعلي؟ بس هكذا، هذا عنوانها في علم إيه؟ الثيولوجي أو في علم الكلام الإسلامي. علم الله فعلي أو غير فعلي؟ ما معنى فعلي؟ لدينا مصطلحان أرسطيان شهيران، الإمكاني والفعلي، يعني ما بالقوة potential، يعني ما بالقوة وما بالفعل. علم الإنسان أيها الإخوة إمكاني وفعلي، كل فعلي فيه أيها الإخوة كان إمكانياً. القرآن يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً، لا تعلمون شيئاً، ما في علم إذن. والنكرة في سياق النفي تعم، يعني ولا أي معلومة لدى الإنسان حين يخرج من بطن أمه، معلومة واحدة ليس عنده، صحيح؟ جميل. ولكن هذا الإنسان الذي يخرج من رحم أمه بلا أدنى معلومة يصبح بعد ذلك عالماً كبيراً. لماذا؟ الشمبانزي لا يستطيع، الغوريلا لا تستطيع، القط لا يستطيع أن يصبح عالماً كبيراً كالإنسان وأن يدرس الكون ويضع نماذج رياضية لدراسة الكون. لماذا؟ لأن الإنسان مهيأ بالقوة ليعلم. فالإنسان عليم أو عالم بالقوة، وما بالقوة ضمن شروط معينة وظروف خاصة يخرج إلى ماذا؟ إلى ما بالفعل، يتحول إلى إيه؟ ما بالفعل. مثل النواة الصغيرة أو البذرة، هي شجرة من نوع مخصوص، بالقوة أو بالفعل؟ بالقوة. تضعها إيه؟ في تربتها، تسمدها، تسقيها، تتعاهدها بما ينبغي لمثلها، بعد إيه سنة أقل أكثر تأخذ إيه؟ حظها في الخروج من القوة إلى الفعل. إذن هي بالقوة شجرة أو نبتة، وبالفعل بذرة أو نواة، ولم صحيح؟ وبعد ذلك تخرج إلى الفعل. علم الإنسان على هذا النحو، علم الإنسان إيه؟ هو على هذا النحو، من القوة إلى الفعل. هل علم الله هكذا يخرج من القوة إلى الفعل؟ نحن كلاهوتيين علماء دين نقول لا، غير صحيح. علم الله كله فعلي. بعض اللاهوتيين لديهم نظرية تقول علم الله فعله أصلاً. علم الله هو فعله، كلام عميق لكن هذا موضوع آخر لاهوتي، وفي نقاشات وفي اختلافات بين اللاهوتيين. لكن علم الله لا يخرج من قوة إلى فعل، غير صحيح. إذن كلام ديفيد هيوم إخواني وأخواتي أن الله جرب وجرب 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 ثم بعد ذلك اهتدى إلى الصورة الأكمل، هذا الكلام مضمن فيه فكرة لاهوتية خاطئة لا يوافق عليها اللاهوتيون. تقول ماذا؟ تقول إن علم الله قوة وفعل، ويخرج من القوة إلى الفعل عبر ماذا؟ عبر التجريب. فعلم الله بأن هذه النسخة من الكون هي الأفضل والأكمل، هذا الآن علم فعلي، لكن لم يكن فعلياً إيه؟ باستمرار، إنما كان بالقوة. ما الذي أخرجهم القوة إلى الفعل؟ التجربة، التجربة والخطأ، التجربة والخطأ، يعني على نحو علم الإنسان. هذا كلام غير صحيح، نحن لا نقول به، لكن أنا لي رأي خاص في هذه المسألة، في هذه المسألة بالذات والرد أو المحاجة مع هيوم، عندي رأي خاص في هذه المسألة. ما هو أيها الأخوة؟ ما هو؟ لو تأملنا في أسلوب الله تبارك وتعالى في الخلق للفت نظرنا شيء عجيب، للفت نظرنا شيء عجيب. أول شيء حتى لا أنسى، في كتابه الجميل والقوي الماتع عقل الله، عقل الله هكذا اسمه، عقل الله لبول ديفيز، ذكرته أمس في الخطبة، وقد نال على هذا الكتاب سنة 1992 جائزة جنوب ويلز، جائزة علمية محترمة بسبب هذا الكتاب. يقول بول ديفيز: من الجدير بالملاحظة، من الجدير بالملاحظة أن الاعتقاد في وقت واحد بعوالم متعددة، أكوان متعددة،
أنا مررت على النظرية بسرعة أمس في خطبة الجمعة، نظرية الأكوان المتعددة، وبإله مصمم عجيب، يعني أكوان متعددة ينتخب منها كوننا هذا الذي هو الأصلح والأكثر إيه؟ والأكثر موفقية. لماذا؟ لنشوء الحياة، ثم الحياة العاقلة، حياة الإنسان الذي يدرس الكون ونشوء الكون ويقترح نماذج ونظريات لأكوان متعددة، لأكوان متعددة. على كل حال، يقول الاعتقاد بالأكوان المتعددة حتى اللانهائية المتوازية المتعايشة وبإله مصمم مسؤول عن هذه الأكوان، ومنها انتخب هذا الكون، منها انتخب هذا أي واصطفى أي هذا الكون، يقول هو اعتقاد متسخ تماما على أن بول ديفيز ضد نظرية الأكوان المتعددة، ووجه لها أكثر أي من نقد قوي، ولا يعتقد بها تماما، حتى أنه قال بجملة بسيطة جدا جدا، قال في النهاية إذا اضطررت إلى الترجيح بين أكوان المتعددة وبين إله مصمم فنصل أوكام يضطرني أن أرجح الإله المصمم مش أكوان متعددة. وذكرت لكم هذا لماذا؟ لأنه لتفسير وجوه الانتظام والدقة والتصميم في كون واحد هو كوننا، ندخل ونقحم تعقيدات لا نهائية بالأحرى، مش تعقيدات كبيرة، لا نهائية. لماذا؟ لأن النظرية تتحدث عن أكوان لا نهائية، لكي نفسر بهذا التعقيد اللانهائي تعقيداً محدوداً في كوننا هذا ضد نص الأوكام. يقول إيه؟ بول ديفيز على طول الخط، هذا معنى كلامي. لذلك أنا قال كرياضياتي وكفيزيائي محترف وحاز على جواز عالمية، سأنحاز إلى الإله المصمم وليس إلى أكوان متعددة لانهائية. أي تفكير علمي هذا؟ باسم العلم تشترح هذه النظريات هروباً إيه؟ من الإقرار بالله، بإله صمم وخلق. لا يريدون. سوف ترون في نقاش اليوم أشياء ماتعة. اليوم سأذكر لكم أن ريتشارد دوكنز البروفيسور الشهير عالم الأحياء التطوري المعروف عالميا والملحد الشرس أيضا على مستوى العالم، يقر بمبدأ التصميم رغما عنه، مضطر أن يقر بمبدأ التصميم لتفسير نشأة الحياة. ما في تفسير نشأة الحياة بعيدا عن فكرة التصميم، لكنه يقبل أن يكون هذا المصمم أي شيء إلا أن يكون الإله. شيء غريب جدا، أي شيء. إكس حضارة في الفضاء قال لك تطورت في زمن مبكر من عمر الكون، هي صممت إيه؟ الحياة، ثم بذرتها بان سبيرمين يعني ثيري، ثم بذرتها في كوننا. عجيب. وهل حلت المشكلة؟ ومن الذي صمم هذه الحياة التي تطورت إلى حضارة ذكية صممت بدورها حياة إيه؟ بذرتها في كونه؟ هل هذا حل؟ هل هذه فلسفة؟ هل هذا فكر؟ عجيب. وجحدوا بها يا أخي. المصمم ممكن يكون أي شيء، لكن لا تقول لي الله إله. يبدو أن هناك معاناة نفسية من فكرة الإله. أنا أتفهم هذا، أتفهم هذا في حق المسلم والمسيحي واليهودي وغير هؤلاء الذين ينشؤون في أجواء ضاغطة يتحكم فيها رجال الدين أيها الإخوة، في تفضيلات الناس، في أفكار الناس، في مسارات الناس، يسومونهم ويرهقونهم أيها الإخوة بتقييداتهم وتحريماتهم وتابواتهم والتسلط على إيه؟ على كل شيء في حياتهم. تفهم هذا ردة فعل، هذه ردة فعل. هناك في شيء غير طبيعي، شيء لا يتعلق لا بالفلسفة ولا بالعلم. هنا تقول لي أقبل شيء إكس، أي شيء لا أعرفه. طبعاً هذا الحل أيها الأخوة ليس هروباً، بالعكس هذا إغال في اللا حل، إغال في الإغماض الفكري والفلسفي، إغال في التوريط، يورط نفسه بزيادة، يعني توريط تماماً، كالذي ينبغي أن يذهب إلى نهاية الشوط في مسابقة مباراة ماراثون مثلاً نفترض، لكنه يصر في كل مرحلة على أن يحمل مزيداً من الأثقال إلى نهاية الشوط. سيفوز هذا أم يخسر؟ سيخسر. أو كالتشبيه الذي ذكره أفلاطون لا أدري في أي محاورة من محاوراته، كالرجل الذي فشل وعجز أن يعد الحبات، حبات الفاصوليا أو البازلاء التي في جيبه، أو حبات الحصى الحصيات، فماذا فعل؟ أخذ الحبات الأخرى ووضعها معها لكي يحسب جيدا. أنت سبع حبات مش عارف تحسبهن،
لك تحسب 20 و30 نفس الشيء. يريدون أن يهربوا أو يهربوا من الاعتراف بالإله الخالق المصمم، فيدخلون في أشياء عجيبة. على كل حال نعود، وجهة نظري أنه بالتأمل في أسلوب الله، ما أسميته مرة أسلوب الله في الخلق تبارك وتعالى، إخواني وأخواتي يضح لنا ربما هكذا من حيث الأصل صحة مقولة بول ديفيس. يعني ممكن، ما في مشكلة، أنا ما عنديش مشكلة أن الله تبارك وتعالى خلق أكثر من كون ثم انتخب هذا الكون، هذه الفكرة ما عنديش مشكلة. عندي مشكلة في التضمينات الفلسفية، في القراءة، إعادة قراءة هذه المسألة إن كانت حقيقية تبقى هي في إطار الفرض. على كل حال ما عنديش مشكلة. تعرفون لماذا؟ كمسلم، لأن الله يقول في أول سورة في كتاب الله الفاتحة: الحمد لله ربي العالمين. مباشرة ينعش خيالنا، هذا التعبير القرآني ينعش الخيال الإسلامي، الخيال المؤمن المؤله الموحد، لكي يفهم أنه ليس ثمة عالم واحد فقط هو هذا العالم، كما قلنا القابل للتجريب والقابل للرصد. لا لا لا، هناك عوالم. الحمد لله رب العالمين. إذن مسألة تعدد العوالم مسألة مش مطروحة، منصوص عليها في كتاب الله رب العالمين. فكر المسيح أيها الإخوة، وبهذا السبب بالذات، بهذا السبب لقي جوردانو برونو مصيره الكابي المحزن المأساوي على الخازوق محروقا، لأنه اعتقد بتعدد العوالم. كيف تقول بتعدد العوالم والمسيح بعث في هذا العالم فقط؟ كيف ينجون إذن؟ كيف يتخلصون سلفيشن تبعهم؟ عندنا ما في مشكلة، كل عبيد لله، إن من شاء يسبح بحمده. أي واحد. اثنين: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. عجيب، هذا كتاب الله. ما عندنا مشكلة إحنا مع تعدد العوالم، ممكن. وإيه بعد من الأرض؟ يعني ما قال 7 كواكب، لا لا، 7 أراضين. أرض كان يقول لك كوكب مثل هذا الكوكب بشروط مقاربة. 7 سماوات 7 أراضين. قطعا السماوات 7 ليست متماثلة دائما وفي كل شيء، متماثلة من حيث الأصل سماوات، لكن كل سماء لها خصائصها وسماتها، لكن البنية يبدو أنها واحدة سماء. كذلك الأراضون ليس تماثلا تاما، مع أن الحديث الذي أخرجه البيهقي وقال في إسناده صحيح لكنه شاذ بمرة، يعني شاذ بالمرة، حديث أبي الضحى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: 7 أراضين كأرضكم هذه، في كل أرض آدم كآدم، إبراهيم كإبراهيم، محمد كمحمد، وابن عباس كابن عباسكم. هذا الحديث قد يكون فيه نوع من المبالغة، كما أننا إخواني وأخواتي نجد عند مطالعة أسلوب الله تبارك وتعالى في الخلق نجد شيئا شبيها في عالم الإنسان. مئات ملايين الحيوانات المنوية، لكن واحد منها فقط هو الذي يجتاز الاختبار وينجح في أداء الامتحان ويخصب أو يلقح البويضة، الباقي يفنى يهلك. لماذا؟ نفس الشيء، كان الله تبارك وتعالى يستطيع أن يصمم الإنسان بطريقة يتماثل فيها الذكر بالأنثى، بويضة هنا وحيماً واحد فقط، لكن لماذا مئات الملايين لا دور لها وتهلك؟ واحد فقط هو الذي ينجح في المسابقة، نوع من المسابقة. هذا أسلوب يؤكد نفس الشيء. إذن في الميدان المكروي، في الميدان الأكبر أقصوياً وهو الكون أو الأكوان، هناك أكثر من كون، أكثر من عالم. هل يمكن أن يكون بالفعل الله تبارك وتعالى انتخب أو اختار منها كوناً واحداً ليكون كوننا هذا العاقل مثلاً؟ وربما أكثر من كون، لا ندري. نعود يعني أو عوداً إلى مقولة بول ديفيز: يمكن أن يتسق الإيمان بعوالم متعددة وبالله كصانع ومصمم، ليس بالضرورة يعني أن هذا يقود إلى الإلحاد أو التشكيك في وجود الذات الإلهية على خلفية دينية. هذا ممكن وهذا ممكن، لكن ديفيد هيوم كيف فسر هذه المسألة لو وقعت بافتراض وقوعها؟ لدينا هذا الافتراض مرجح، هذا الافتراض مرجح.
فسرها على أن الله علمه ليس علما فعليا، العلم ينتقل من القوة إلى الفعل، فيقع الله تبارك وتعالى تحت طائلة مبدأ التجربة والخطأ حتى يعرف بعد ذلك ما هو الأفضل أو ما هو الأنسب والأكثر ملائمة. هذا غير صحيح. نحن كيف نفسره؟ نفسره بمبدأين على الأقل، اثنين مختلفين. مبدأ التفضيل، الله يريد تبارك وتعالى أن يخلق من شيء واحد أكثر من نسخة وأكثر من موديل وأكثر من نموذج ليفضل بعضاً على بعض، هذا داخل في حكمة الله في العالم الإنساني نفسه. البشر ليسوا متماثلين تماماً، حتى الأنبياء وهم سادات البشر وخيرة البشر، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. السماوات السبع متفاوتة في الفضل والشرف، وأشرفها أيها الإخوة أعلاها، ليس للعلو لكن لمعنى معروف لدى المليين. الجبال تختلف في فضلها، جبل يفضل على جبل، أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل أحد مثلا له أفضلية. الشهور بعضها أفضل من بعض، رمضان والمحرم مثلا، الأيام الجمعة، الليالي، ليلة القدر. التفضيل، مبدأ التفضيل ليس مبدأ التجربة والخطأ. التجربة والخطأ ما الذي يمنع بنفس المنطق بنفس المعنى أن الله أبدع وصمم لا إله إلا هو أكثر من كون ليفضل بعضاً على بعض؟ إذن مبدأ التفضيل هو الساري، ليس مبدأ التجربة والخطأ كما ظن هيوم. دائماً لابد أن يشطح الخيال أيها الإخوة، أطلقوا العنان لأخيلتكم، لابد أن يتحرك الخيال، لابد أن تتعدد الافتراضات. السقوط دائماً تحت طائلة افتراض واحد، هذا السقوط قد يكون سقوطاً مدوياً في الخطأ، يحكي قصور الفكر، قصور الفكر، قصور النظر. المبدأ الثاني أيها الإخوة الاختيار، الاصطفاء، نوع من الاصطفاء، ليس للتفضيل أبداً، ليس للتفضيل، وإنما اختيار وانتخاب لحكمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الملائكة مثلاً منها ملائكة يختارها الله تبارك وتعالى لتبليغ رسالاته، وهذه مهمة شريفة جداً، ومنها ملائكة تختار لأغراض أخرى كنصرة المؤمنين. ليس بالضرورة أن يكون الملائكة الأعلى والأرقى والأعظم مثابة هم الذين ينصرون المؤمنين أبداً، وإنما هذه مهمة توكل بهؤلاء، مهمة أخرى توكل بنوع آخر من الملائكة، بنوع آخر يعني بصنف آخر من الملائكة. الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، ومن الناس. مبدأ الاختيار هذا أو الاصطفاء أيها الإخوة لا علاقة له بالأفضلية أو بالتفضيل دائماً، بدليل إذا كنا مؤمنين، وهذا الكلام كله على خلفية إيمان، انتبهوا، هذا الكلام ليس كلاماً عاماً كذا، هذا كلام مؤمنين مؤلهين أمثالنا. نحن لنا نظرية كمؤلهة، هذه نظريتنا كما نفهمها من كتاب الله تبارك وتعالى. كلام على الفرد، كلام على الفرد، كلام هيوم على الفرد، هيوم لا يؤمن بالله أصلاً، لا يؤمن بالله، وكلامه عن إله يجرب ويخطئ وينتخب على الفرد، وجوابنا على الفرد في اتساق في النقاش، انتبهوا، كلامه على الفرد وكلامنا نرجو أن يتلقى أيضاً على الفرد، لا نصدر على المطلوب، وإلا هذه المحاضرة كلها غايتها البعيدة وقصدها الأساسي الرئيس هو إثبات وجود الذات الإلهية وإضحاض شبهات الملاحدة عبر العصور، هذا هو، لكن هذا على الفرد وهذا على الفرد. أقول هذا الانتخاب الذي لا يتعلق دائماً بالتفضيل والأفضلية يحدث أيضاً في عالم التخصيب، في عالم تخليق الإنسان. الله تبارك وتعالى يختار من بين مئات ملايين الحيوانات المنوية وكثير جداً منها صالح، يختار حيمناً أو حيواناً منوياً واحداً أيها الإخوة يحمل أمراضاً وراثية، يحمل طفرات تؤدي إلى جنين مشوه، إنسان ناقص بعاهة يولد بهذه العاهة. لماذا اختاره الله تبارك وتعالى؟ لحكمة قد يبدو لنا وجه منها وتخفى وجوه، هو الذي اختاره، اختاره اختيار هنا ليس للتفضيل، لم يختار الأكمل، لم يختار الأفضل، وإنما اختيار، لكنه اختيار. ولذلك الله تبارك وتعالى لأنه يعلم أن من البشر من سيعترض على أمثال هذه الاختيارات، لماذا نفذ المراد في خلق إنسان مشوه، إنسان معتوه عقلياً، متخلف عقلياً كما نقول، إنسان يعاني من عاهة دائمة مستديمة،
فقال سبحانه من قائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذا نبدأ ماذا؟ سيلكشن، الاختيار، مش اختيار الأفضل، لا، الاختيار، يختار ما يشاء على وفق الحكمة. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يختار أن يخلق على هذا النحو وعلى هذا النحو، وأن يخلق هذا الشيء وهذا الشيء. إذن تفسيرنا يقوم إيه؟ على مبدأين. تفسيرنا يقوم على مبدأين. على ذكر الاصطفاء أيها الإخوة، على ذكر الاصطفاء، تذكرت الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا، وهذه تعزز موقفنا أيضا لكن من زاوية أخرى، وفيها مبحث آخر، إشارة إلى مبحث آخر. كيف أتى هذا التعزيز؟ حتى آدم، حتى آدم قد يكون، وهذا يسعد التطوريين، قد يكون أيها الإخوة حلقة، مش تطورية، مش بالضرورة تطورية، لكن حلقة في سلسلة خلق شبيه، حلقة متقدمة زمنياً، متأخرة طبعاً، زمنياً هي متأخرة، أقرب إلينا، المتقدم هو الأبعد زمنياً، زمنياً حلقة متأخرة. لماذا؟ في الأدبيات الصوفية ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام خبر حديث: قبل آدم ألف آدم، في بعضها ألف ألف آدم. طبعاً لم تصح من جهة الإسناد، لكن موجودة في الأدبيات الصوفية، في بعض كتب الحديث أهل السنة الإمامية الاثنى عشرية عندهم ربما خبران أو ثلاثة على الأكثر في هذا الباب: قبل آدم ألف آدم، أو ألف ألف آدم، مليون آدم. لماذا؟ هذا يسعد التطوير ويسعد هيوم. تجربة وخطأ، ليس تجربة وخطأ. قد يشير قوله عز من قائل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إلى هذا. كيف؟ لأن الاصطفاء عموما أيها الإخوة يكون إيه؟ يكون لفرد أو مجموعة، بين أفراد أو مجموعات، بحسب المصطفى. هنا الذي وقع عليه الاصطفاء المصطفى هو شخص واحد آدم، من بين ماذا؟ أو من بين من اصطفاه الله؟ إذا من بين أوادم آخرين، قبل آدم ألف آدم. لو كان آدم هو فعلا هو السلسلة، عفوا، الحلقة الأولى بإطلاق في هذا الجنس، في هذه الخلقة المعروفة بالبشر مثلا، لما ساغ أن يقول إن الله اصطفى آدم، على من؟ هو الأول، لكن يبدو أنه كان مسبوقا. إشارات، هذا القرآن، هذه أعماق القرآن الكريم. ولذلك حين استفصلت واستفسرت الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بعض الاحتمالات التي طرقت هذه الآية معنوياً، أن الملائكة كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت أن هذه الخليقة الجديدة، المفروض أنها جديدة كما كنا أي نرقن وندرس، المفروض أنها جديدة، آدم، إن جعلوا في الأرض خليفة، قالوا أتجعلوا فيها. يمكن أيضاً أن يستأنس بهذا الاستفسار والاستفسار من الملائكة أن آدم ليس هو إيه؟ أول هذه الخليقة، إنما منه ومن جنسه أو شبيهه أوادم آخرون سبقوه وكانوا في الأرض خلفاء، استخلفهم الله تبارك وتعالى من بعضهم بعضا وجعلكم خلائف الأرض، وجعلكم خلائف الأرض، فقاسوا آدم على أولئكم وظنوا أنه سيفسد كما أفسدوا، في الحقيقة أفسد، ابن آدم مفسد إلى اليوم. بعض العلماء بذور هذه الفكرة ولدت مع الإمام محمد عبده رحمة الله عليه، ثم طورها بعض الإسلاميين لاحقاً، يتحدثون عن الفرق والتفرقة بين البشر والإنسان، البشر أعم والإنسان أخص. نحن الآن أيها الإخوة بشر، بلا شك بشر. لماذا؟ لأننا بادو البشرة، يعني بشرتنا أو جلدنا، هذه ظاهر الجلد يسمى البشرة، باشره أيها الإخوة، إذا إيه؟ إذا مست بشرته بشرته، إذا مست بشرته بشرته بشرته، يقال باشره وباشرها لأهلي، هذه المباشرة، هذه المباشرة. وفي أصل الوضع أعم من إيه؟ من الجماع، إنما التقبيل، اللمس، كذا، كل هذا اسمه مباشرة، هذا اسمه إيه؟ مباشرة، معروف. طيب، فالإنسان هو الخلق البادي البشرة، لأن الحيوانات الأخرى مغطاة بشعر، بصوب، بوبر، الإنسان بادي البشرة. من تعريفات الإنسان هو الكائن الذي يمشي على قدمين، بادي البشرة،
وربما أضافه الخاصة الضاحك، تعريف ديفينيشن للإنسان البادي البشرة بشر. فنحن بشر، لكننا أيضا على وعلى ذلك ماذا؟ نحن أناسي، نحن إنسان، ناس، نحن إيه؟ إنسان. إني خالق بشرا، إني خالق، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، من صلصال محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا سويته ونفخت فيه، مرحلة أخرى بالتسوية ونفخ الروح فيه أيها الإخوة يستحيل إنسانا، فهو بشر وإنسان زيادة. العلاقة بين البشرية والإنسانية علاقة عموم وخصوص مطلق، دائرتان متداخلتان، المركز واحد. الدائرة الكبرى هي أي البشر، والدائرة الصغرى هي الإنسان. فكل إنسان بشر، لكن ليس كل بشر إنساناً. فهل يا ترى إخواني وأخواتي كان قبل آدم بشر آخرون؟ ربما إيه نعرض بجواب سريع أنه هذا ليس مبحثنا، لكن في الحلقة المقبلة. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.